إن إحساسنا بالشيء المادي المحسوس هو رهن بتفكيرنا فيه وحاجتنا إليه، وبالتالي فإن العقل هو الذي يحدد وجود الأشياء من عدمها. حلو، لازم نجرب الحي. هي صورة الغلاف تبع توريد الطاقة الكهربائية، أحسن شيء. لك أنا من زمان كان لازم أنا صفحة لي، المخترع العربي يزن أبو الهمة، وإن هالهلتي هالهلالك دكينا البارود قبالك، صار لازم نزل الصور. الوصلة. دكينا البارود قبالك، يا عيني خلي العالم كله تعرف باختراعاتي.